زي ما حضراتكم شفتوا الأحداث سخرت يمكن من تاني حلقة على طول. رمضان مختلف، وجبة درامية رمضانية متنوعة زي ما حضراتكم شفتوا من خلال هذا التقرير. عايزين ناخد رأي الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي في الدراما الرمضانية السنة دي. صباح الخير يا أستاذ طارق. أستاذ محمد، يا أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. بشكل عام تقييمك لدراما رمضان السنة دي وإيه المختلف عن السنة اللي فاتت؟ ما أقدرش أقول لك مختلف، لكن أنا أقول لك إنه البشائر الأولى أو الحلقات الأولى، يعني قلنا أول حلقتين بيقولوا لنا إنه الوجبة قوية جدا ومتعددة الأوجه ومتباينة ومختلفة وشهية. يعني في عدد كبير من المسلسلات كنسبة جيد وجيد جدا وممتاز. يعني الحقيقة كل ده بتكلم عن الحلقات الأولى أول حلقتين، لكن يعني البدايات مشجعة جدا على استكمال باقي الحلقات. طب استاذ طارق، يعني لسه الناس ما قدرتش تكون فكره كامله، لكن خليني اقول ان حضرتك اكيد هيبقى عندك وجهه نظر كده من الاول، ايه العمل اللي كان مفاجاه بالنسبه لحضرتك؟ مش عايز اقول مفاجاه، بس نجاحه دايما بيبقى بيفاجئ حتى وانت متوقع له النجاح، نجاحه بيزيد. الاختيار ثلاثه ليس مفاجاه ان ينجح، يعني ما هو الاختيار الاول نجح، الاختيار الثاني نجح اكتر، الاختيار الثالث مع اول حلقتين قفز الى افاق بعيده جدا في النجاح والمتابعه. فهو هنا ليست مفاجاه كنجاح، لكن المفاجاه الساره هو الارتفاع بنسبه النجاح الى النجاح الطاغي. مين من الممثلين بهر حضرتك؟ في مقاهي وبيلقى يعني ايه تصفيق من الجمهور. يعني عايز اقول ان الناس اضافت من عندها شيء ما كانش موجود، ان هم المسلسل اللي بيحبوه يحبوا يتفرجوا عليه جماعه في المقهى ويشقفوا وهكذا. فالمسلسل رد فعله عالي جدا جدا جدا، لانها احداث طبعا لا تزال في الذاكره ولا يزال يعني عايز اقول 90% على الاقل من المصريين يتذكروها جيدا، ولان المخرج الحقيقه بيتر ميمي والكاتب هاني سرحان اجاز الاثنين تقديم فكره التوثيق، بمعنى ان بنقدم حقائق موثقه ومسجله في القنوات الفضائيه وفي غيرها وليس فقط القنوات المصريه، كل القنوات، وايضا الخط الدرامي. والحقيقه تجسيد الفنان ياسر جلال لرئيس عبد الفتاح السيسي تجسيد عميق جدا ومتطور، لانه مش مجرد فكره انه يحافظ على النبره الصوت والحركة، لا، في الوجدان قادر يوصل للإحساس. ودي الحقيقة يعني مفتاح مهم جدا في فن تقديم الشخصيات، انك انت ما تقلدش ولا تستغرق، لا يستغرق التقليد ولكن الإحساس، فالشخصية تصل اكتر لوجدان الناس، وده اللي حاصل الحقيقة. طيب وكمان خالد الصاوي عمل خالد شط بشكل جيد جدا الحقيقة، خالد وعلى عيد مخيون، يعني الحقيقه في مجموعه عندها حاله تفوق. طيب ايه من الاعمال الفنيه اللي بدات في دراما رمضان ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي، محتاجين نستنى مثلا كام حلقه عشان نبتدي نقول راينا فيها؟ بص، الراي النهائي صعب تقوله، لكن يعني اي عمل فني صعب وانت في الحلقه الثانيه تقول راي نهائي، يبقى بتظلم الـ 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 بتظلم الحق او العداله. كويس، لكن اقدر اقول لك ان انا مثلا شايف انه امل حربي، فاتن امل حربي، يعني مسلسل ماشي حلو قوي يعني، وملمس مع الناس، لانها قضيه البطله قضيه نسائيه، وده مصنوع بشكل جيد. عايز اقول لك ايضا ان محمد رمضان مع محمد ياسين في المشوار عامل نقله، لان محمد ياسين مخرج، فبالتالي انا متصور ده، بس كل ده ليست احكاما نهائيه، بنتكلم على اول حلقتين. يعني رغم ثقه محمد ياسين وثقه انه رمضان نجم جماهيري وممثل موهوب، وايضا دينا الشربيني ممثله رائعه، لكن لازم نستنى، يعني ايه، ندي فرص اكتر للاحكام. الكوميديا واخده جانب كبير، يعني مكي بعد في العوده بعد مثلا 4 5 سنوات او اكتر توقف عن الاستكمال، في الجزء السادس انا شايف فيه لمحات كوميديه، يعني راجل ايه خلى العصر
او العصر مرور 6 سنوات جزء او الزمن بقى جزء ايجابي مش سلبي في التعامل مع المسلسل في الكبير قوي كبير قوي لانه عمل متعدد الاجزاء فبتبقى في مشكله ان دايما الناس بتنتظر ما هو اعلى ففتره الصمت انا بشوفها كارتسال حتى الان يعني ممكن مع بعد شويه يبقى الان ده يتغير. عايزه اقول لحضرتك ان كمان ردود الفعل عليه على السوشيال ميديا حلوه جدا جدا، الناس تفاجئت ان هم حابين الجزء الجديد من الكبير مع ان هم اتفرجوا كتير قوي على الشخصيات دي، لكن بقى في نوع من انواع الارتباط والحنين للشخصيات دي، الناس مش فعلا ما زهقتش منها. ايه العمل بقى اللي لسه ملامحه وما ظهرتش بالنسبه لحضرتك ممكن يعني يبقى ليه مؤشر كده في البحث خلال الايام الجايه؟ يعني راجعين يا هوا مثلا لازم اديله وقت يعني اشوف ايه يعني رايح فين. يعني هو ده بالك في كتير وغير ده انا ضربت مثل بس اغلب الاعمال يعني انا جزيره غمام الحقيقه عبد الرحيم كمال وحسين المنباوي عارفين طبعا كاتبنا الكبير وحسين المنباوي من احد اهم المخرجين عاملين شغل يعني يستحق التوقف عنده والاشاده دي في اول حلقتين برضه. لكن بيظل ان لسه في اعمال بتكشف عن نفسها عشان نعرف هي رايحه فين. دايما في كل عمل درامي بنشوف مثلا فنان متعودين منه على اداء معين بنيجي نقول لا الراجل ده اعيد اكتشافه من جديد، هل نقدر نحكم دلوقتي؟ اعيد اكتشافه من جديد اقول لك انا ياسر جلال. ياسر جلال طبعا طول عمره فنان موهوب وعنده يعني اعماله الجميله ورصيده بالذات في التلفزيون يعني رصيد عظيم، لكن انا شايفه المره دي في دوره في ادائه للرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا عامل خطوه مغيره وخطوه قويه. ومين من الممثلين الشباب لفت نظرك يا فندم؟ في هشام جمال اللي هو في بيتنا روبوت مثلا ده عامل شغل كويس كممثل يعني مالوش طبعا حظ كبير من النجوميه لكن ممكن ده يبقى بدايه حلوه. طيب عظيم، لو هترتب لنا بقى يا استاذ طارق اولويات حضرتك في مشاهده دراما رمضان السنه دي. بص في الاسبوع الاول او في العشرة ايام الاولى تشوف بقدر المستطاع كل حاجه. الاولويات تاتي بعد كده. يعني بقى طبعا اي انسان في الدنيا في مش هيقدر مهما كنت متخصص ومهما كان ده يعني عملك وشغلك انك تشوف، لكن في لحظات يعني بعد 10 ايام اقدر ابتدي بقى انا اقلل من اعمال خلاص بحس انها يعني مش هتطور اكتر من كده مش هتديني اكتر وابتدي اقدر اعمل اولويات، لكن مؤكد ان انا بحاول بقدر المستطاع ادي المساحه للاعمال الدراميه كلها على قدم المساواه. على العموم زي ما حضرتك قلت ان احنا عندنا وجبه متنوعه من الدراما في رمضان ده، عندنا الكوميدي والوطني عندنا جميع والتراجيدي كمان عندنا كل حاجه. والكوميدي كتير يعني في السنه دي وده جميل، يعني حتى يسرى في مسلسلها الجديد عامله كوميديا كويس، يعني عايز اقول ان في كده توجه للضحك والكوميديا وده انا بشوفه رساله مهمه. يعني لما تقدم دراما وتميل للكوميديا المجتمع بيسعد وبتحس انه يقدر يواجه كل مشاكله بالكوميديا. ده حقيقي. شكرا جزيلا يا فندم استاذ طارق الشناوي الناقد الفني، بنشكر حضرتك الف شكر ليك.